العالم علي بن النفيس. الجزء الثاني. بعد أن تجاوز محنته مع المرض، قرر علي بن النفيس أن يبدأ دراسة الطب، فقد شعر بمعاناة المرضى وأحس أنه سيكون سعيدا لو تمكن من إعطائهم الأمل في الشفاء وليبدأ بداية صحيحة. قرر السفر إلى دمشق. أتمنى أن تعجبك الإقامة هنا يا علي. إن شاء الله، ما دمت سأدرس ما أحب. هذا أكبر بيمارستان في دمشق، لابد أن تأتي لزيارته ما دمت تريد التخصص في الطب. بالطبع، ولكنني أريد أيضا أن أعرف مكان المكتبة التي طالما سمعت عنها، فهناك كثير من الكتب في هذا العلم يجب علي الاطلاع عليها. سأخذك إلى المكتبة، ولكن أحب أن ألفت نظرك لأمر مهم. فهذا البيمارستان ليس مجرد مستشفى لعلاج المرضى. ماذا تعني؟ هناك ما يشبه المدرسة ملحقة به، يدرس فيها أشهر أطباء دمشق أصول وفنون الطب. حقا؟ لست الوحيد الذي يأتي من خارج دمشق لتعلم الطب، وكل من يأتي مثلك يجد في هذه المدرسة ما يجعله يستفيد. وهذا ما سأفعله إن شاء الله، وسأعمل جاهدا على ألا أكون مجرد طالب يدرس الطب أو طبيب يعالج المرضى. كان حلم ابن النفيس كبيرا، وبدأ في تحقيقه بكل ما أوتي من قوة وعزم، فقرأ كل ما وقع تحت يديه من كتب، وبدأ في تلقي الدروس العلمية على يد كبار الأطباء كمهذب الدين عبد الرحيم وأوحد الدين عمران. ما أخبار تلميذنا يا عبد الرحيم؟ ابن النفيس لم يعد تلميذا يا عمران، إنه يتقدم بسرعة. هل يمكننا إذن أن نطلق عليه الطبيب ابن النفيس؟ أظن أنه قد أصبح مؤهلا لذلك. بارك الله فيكما، بذلتما معي جهدا كبيرا. أنت تستحق كل ما فعلناه معك يا علي، فلديك من الحماس والرغبة في التفوق ما يجعل أي طبيب يتحمس لتعليمك خبايا وأسرار الطب. ولكن هذا ليس حلمي. ماذا؟ بعد كل هذا التفوق لا تريد أن تصير طبيبا؟ على العكس، هذا هو ما أريده طبعا، ولكن ما عنيته هو ألا أصبح طبيبا كأي طبيب عادي، بل أن أتميز في مجال الطب وأصبح عالما فيه. إذن تريد أن تكون كابن سينا؟ أليس من حقي أن أحلم بهذا؟ بل هو واجبك، إذ تملك من المهارات ما أظن أنه سيؤهلك لتصبح عالما كبيرا. نعم، وتتفوق على معلميك. العفو، فأنتما وغيركما ممن علموني أصحاب فضل علي. والآن أخبرني بكيفية علاجك لمن احمرت عيناه دون تعرضهما لإصابة مباشرة. أخذ علي يجتهد ويتطور، ولم يكن يتوقف عن الاستزادة من العلم كلما سنحت له الفرصة، وكان بالإضافة إلى ذلك يعمل ليحصل على المال الذي يعينه على إكمال دراسته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، وصلت في موعدك تماما. وهل كنت تريد مني أن أتأخر في أول يوم عمل لي عندك؟ أتمنى أن يكون التعاون معنا مثمرا. ها، أخبرني بما تنوي فعله بالضبط. الكثير من الناس يأتون للعطارين وبائع الأعشاب مثلك طالبين شراء أعشاب وتركيبات وأدوية تساعدهم في مرضهم. هذا صحيح. ربما كانت تلك الوصفات التي يريدونها غير مناسبة لهم، فإذا لم يصف لهم الطبيب الدواء فلا ينبغي أن يتناولوا أي دواء يظنونه نافعا. ولكن أحيانا ما تكون تلك الوصفات مجربة من مريض آخر،
فيوفر البعض وقت الذهاب للطبيب ويقررون الاعتماد على تلك الوصفة إن كانت قد أثبتت فعاليتها. قد تتشابه الأعراض وتختلف الأسباب، والطبيب وحده هو الذي يحدد ذلك. سأجلس هنا وأتابع كل مريض يأتي طلبا للدواء وأكشف عليه، ثم أحدد له ما يمكن أن يفيده بإذن الله من أعشاب، وأطلب منك تحضيرها له. فكرة رائعة. بهذه الطريقة سيشتهر هذا الدكان، لأنه سيمنح التشخيص والعلاج معا. أعتقد أنها ستكون شراكة متميزة يا ابن النفيس. أتمنى ذلك. بدأ علي في عمله الجديد. حسنا، حالتك ليست بالخطيرة، يمكنك تناول هذه الأعشاب بعد خلطها معا. وكان يرى في عمله هذا فرصة للاقتراب أكثر من المرضى المختلفين، أولئك الذين قد لا يقابلهم في المستشفيات، ولكن بعد فترة بدأ يتصرف بطريقة أزعجت صاحب المحل. لا يا أمي، أنت بخير ولا تحتاجين لدواء. ولكنني أشعر بدوار دائم. كل ما أستطيع أن أنصحك به هو أن تهتمي بغذائك قليلا، وتمتنعي لفترة قصيرة عن بذل مجهود كبير. ألا يوجد أي دواء يمكنه أن يفيدني؟ حسنا حسنا، إن كنت تريدين تناول شيء ما فليكن الفواكه، ولا بأس ببعض الخضروات. سأفعل ما تقوله يا بني، فزوجة ابني تقول إنك طبيب جيد. عودي إلي مرة أخرى لأطمئن عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي. خيرا، مما تشكو؟ آلام مبرحة في قدمي، هل وصفت لي علاجا ليسكن هذه الآلام قليلا؟ لابد أن أرى قدمك أولا. ولكن أخي جاءك منذ فترة ووصفت له تركيبة يدهن بها قدمه، فلما لا تكتب لي مثلها؟ وما يدريني أنك تشكو من نفس العلة. إنه أخي. هذا ليس شرطا. هيا هيا، أرني أين موضع الألم. هنا ركبتي، كلما حركتها ألمتني. هل قمت برفع حمل ثقيل مؤخرا؟ نعم، أنا أعمل حمالا، ووظيفتي أن أحمل الأشياء. وكما أعتقد فإنك تعيش في مكان يعاني من رطوبة الجو. منزلي قديم وحوائطه مشبعة بالمياه بسبب الأمطار. إذن فأنت تحتاج إلى أمور أخرى غير الدواء. لا ترهق نفسك في العمل لمدة شهر على الأقل. ولكنه مصدر دخلي. أن تكسب أقل وتحافظ على صحتك فتستمر لفترة أطول في العمل خير من أن تفقد قدرتك على العمل قريبا وتصبح عاطلا. حسنا، ما الأمور الأخرى؟ بعد أسبوع من الراحة سر كل يوم بالنهار مسافة قصيرة وارقد إن استطعت، ثم زد المسافة شيئا فشيئا، واحرص على تهوية المنزل بأي طريقة وتدفئته حتى تطرد الرطوبة منه. بعد شهر تعال لزيارتي مرة أخرى وسنرى إن كنت ما زلت تحتاج لدواء، مع أنني أظن أنك ستصبح بخير إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الأمر يا ابن النفيس؟ خيرا، ماذا بك؟ ماذا بك أنت؟ يدخل المرضى للمحل طالبين للعلاج والدواء فتخرجهم أنت ببعض النصائح. وما المشكلة؟ لماذا أكتب له دواء إن كانت حالته لا تستحق؟ هذا ليس من شأني، أنا أبيع الأدوية، ومهما كانت الحالة التي تجد المريض عليها فينبغي أن تصف له العلاج. هذا خطأ، ربما آذاه العلاج أو الدواء،
لم يكن جسمه في حاجة إليه. لا، هذا ليس خطأ، أمر آخر هو الخطأ الحقيقي. أي أمر؟ أنني قبلت أن تعمل معي. هذا؟ نعم، أنت ستتسبب في خسارتي. هذا ليس مكانا لتقديم النصائح، بل هو مكان للبيع. لا أريد أن أتعامل معك مرة أخرى. هل تطردني من المحل؟ بل أطلب منك الانصراف بهدوء، حاملا كتبك وأدواتك، بدلا من أن ألقي بها في الشارع. لا داعي لكل هذا، سأنصرف في هدوء. السلام عليكم. كان حب ابن النفيس للناس وحرصه على سلامتهم يمنعه من التعامل مع الطب وكأنه مجرد مهنة أو تجارة، وهذا هو ما ميزه جدا في مهنته. مما تشكو يا سيدي؟ لست مريضا ولا أشكو من شيء. لماذا جئت إلى المستشفى إذن؟ علمت أن والدي هنا وقد جئت لاصطحابه إلى المنزل. مهلا مهلا، أنت تقول كلاما غريبا. هل جاء والدك اليوم وتريد أن تخرجه بهذه السرعة؟ بل هو هنا منذ شهر. وأين كنت طوال هذا الوقت إن كنت لم تعلم إلا الآن؟ كنت مسافرا في تجارة ووصلت اليوم وأريد إخراجه الآن. لماذا؟ والدي يشكو من مرض مزمن ولا أمل في شفائه، وأنا راض بقضاء الله، ولكنني أريد له إذا توفاه الله أن يكون هذا في بيته وعلى سريره وليس هنا. والدك هو ذلك العجوز الذي يشكو من آلام في صدره؟ نعم، ها قد عرفت. أين هو؟ أتعرف ذلك العجوز الطيب يا أحمد؟ نعم. استدعيه لنا إذن. لا ينبغي أن نيأس من علاج مريض، لنأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. ولكن ها هو المريض يا سيدي علي. بهذه السرعة؟ أبي، لا أصدق، أنت تبدو أصغر بعشر سنوات على الأقل. الحمد لله، هذا بفضل الله ثم بفضل هذا الطبيب البارع. لقد وصف لي أدوية لم أسمع بمثلها قط، وجعل الله شفائي على يده. شكرا أيها الطبيب. برع ابن النفيس ولمع اسمه سريعا بين أطباء الشام، ولكن كان مقدرا له أن يكمل رحلته في بلاد أخرى.